شرف علي. مراسمنا اليوم ستكون رسمية، والكل يعلم تلك العلاقة الحميمة والطيبة بين نينوى وتركيا التي ما زالت ومصرة أن تستمر في تقديم الخدمات لهذه المحافظة وباقي المحافظات العراقية. الكلمة المتلفزة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizim için son derece anlamlı ve özel bir yere sahip olan bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmak bizlere güç veriyor. Bölgemiz ve tüm dünya için örnek olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Fil bid'i nuhayyi hada cem'al kerim ve nahnu nushalikukum al-ihtifa bi'd-dikra as-sanawiyya al-ula ba'd al-mi'a li ta'sis al-cumhuriyya at-turkiyya. Su'ada jiddan wal-mawsil al-hadba qalb al-iraq an-nabid bil-jamal tashhad mithl هكذا محافل ترشدنا إلى الترابط الإنساني والوجداني مع الجانب التركي. واسمحوا لي أن أسجل الشكر والتثمين العالي للمساعي التركية التي رافقت حملات الإعمار والبناء ومحت تقديرنا واعتزازنا لتكون نينوى بمصافي المدن المتقدمة ولتخطو خطواتها الواثقة نحو مستقبل مزدهر فيه من الاستقرار ما يحقق تطلعات شعبنا الكريم التواق للحياة. إن حكومة نينوى المحلية ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية وحتى المؤسسات القضائية أسست إلى مسارات العمل التنموي وتمكين أواصر الاستقرار المجتمعي وهي تبادر بمشاريع استراتيجية من شأنها ربط القطاعات المختلفة لرفع مستوياتها الإنتاجية بما يحقق رفاه المواطن وضمان الحياة الكريمة لمختلف شرائح وفئات المجتمع. ومن هنا نحن على أتم الاستعداد لأي نشاطات استثمارية دولية من شأنها تعزيز ركائز التنمية في محافظتنا، ونتطلع إلى تكثيف النشاطات العمرانية المساهمة في تحقيق كبريات المشاريع الحيوية والتي من الممكن أن تحقق مصالح مشتركة للجانبين وبما يعزز من تنفيذ محاور المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية. وإن نينوى اليوم هي أرض خصبة وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وهي جاهزة لاستقبال الشركات التركية الاستثمارية ومثيلاتها العالمية الأخرى بما ينسجم مع الخطة التنموية التي تبناها دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، والتي تستهدف العديد من القطاعات الحيوية تحقيقا لرضا المواطن وتطلعاته. واليوم نتطلع للشركات التركية إلى تكثيف التواجد الفاعل في مختلف المجالات كما عهدنا ذلك من قبل، لنؤسس إلى بيئة عمل مناسبة من شأنها إحداث التغييرات النوعية بمشهد المحافظة الحضاري والعمراني. أنجزنا العديد من المشاريع الخدمية بالتنسيق والتعاون مع الجانب التركي، حيث شكلت تلك الجهود الانطلاقة الجوهرية لتحقيق المنفعة القصوى لأهالي محافظة نينوى. وسنكون على مقربة دائما مع جميع الفعاليات والنشاطات التي تؤسس إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة
من أجل رفع محافظتنا وتعزيز اقتصادها بما يحقق المصلحة العليا لبلدنا العزيز. وبهذه المناسبة العزيزة نعرب لدولة تركيا حكومة وشعبا عن كامل التضامن بشأن الاعتداء الإرهابي الغادر على منشآت توساش لصناعة الدفاع والفضاء التركية. وندين مثل هكذا اعتداءات سافرة كان هدفها ضرب الإنسانية وخلق مزيدا من الضحايا والجرحى، متمنين للجانب التركي دوام التوفيق والعطاء السخي بما يحقق مصلحة الشعوب التواقع لحياة